جت على دماغك؟ ماتش القمه يا كابتن، هل ممكن موسيماني بعد البدايه في ماتش الاسماعيلي بالشكل ده، ثم ان هو حب يكمل التجربه 3 4 3 في ماتش البنك الاهلي لم تنجح، ولما غير الشكل الفني والرجوع مره اخرى لنفس الطريقه اللي هي 4 2 3 1، هل ماتش القادم امام الزمالك تفتكر ممكن يشتغل على اني طريقه كابتن عمار، او بيبتدي باني طريقه؟ بص يا فاروق، انا يعني مع الطريقه بتاعت، هي خلي بالك يا يعني مش 3 4 3 او يعني هي المفروض 4 3 3 4 3 بس هو بيطلع واحد بقى في وسط الملعب من بتوع خط الظهر، فبتبان ان هي 3 4 3 انما هي في الكوره 4 3 3 اثنين سرد باكات، اثنين باكات، واحد يمين واحد شمال، ثلاثه في وسط الملعب، ثلاثه قدام، واحد على الطرف اليمين، واحد على الطرف الشمال، واحد في النص، والثلاثه دول مثبتين. هتلاقي اللي مرة واحد ناحية شمال، مرة واحد ناحية يمين، في الثلاثة اللي قدام. عشان كده بلعب بثلاثة، ودي أنجح طريقة على فكرة. يعني أنا من وجهة نظري أن الطريقة دي بعشقها، بحبها. يعني أنا بحب، عشان أنت كابتن عمارة كنت بتحب تهاجم أنت وأنت بتلعب، كنت على طول. برافو عليك. يعني الطريقة دي ومع النادي الأهلي والأندية الكبيرة اللي مطالبة دايما بالفوز. برافو عليك يعني الطريقة بتبقى مناسبة. بتلعب في الأهلي والزمالك مع احترامي الكامل للأندية التانية، مين هيهاجمك يعني؟ لا العب وحرر الباكات، وحرر الاثنين سرد باكات، وخلي يبقى فيه مرونه تكتيكيه موجوده. هو ما عمل ماتش الاسماعيلي لعب بثلاثه في بدايه المباراه، احنا كلنا ايه ده؟ يعني سوليا واليو ديانج، اليو ديانج وسوليا وحمدي، ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ وانت مشيت الدنيا حلوه وبيرساو جاب له جونين والشكل حلو والدنيا حلوه، وهو بدايه حلوه للولد اللي هو جايبه، فكان فرحان وكان مبسوط. فانا من وجهه نظري لازم النادي الاهلي يلعب 4 3 3 4 حتى لو امام الزمالك كابتن، تبتدي تشتغل بالشكل ده؟ ايوه، يلعب قدام الزمالك وقدام بايرن ميونخ ويلعب قدام ريال مدريد. النادي الاهلي يعني انت المفروض ان انت يعني ما تخافش من حد، انت نادي كبير، النادي الكبير دايما ما يعني بيعمل حساب، انما ما يخافش. هي مش عمليه خوف يا كابتن، هو المقصود ان في طريقه انت بتلعب بيها بقالك فتره، يعني هي دي النقطه. ايوه يا فاروق، بس انت عندك العناصر اللي تنجح اي طريقه. الطريقه اللي تناسب النادي الاهلي، ما تقوليش كل مباراه حسب ظروفها، لا العب بطريقه عشان اللعيبه تتعود عليها واللعيبه تحفظها واللعيبه تبقى متمكنه في الطريقه اللي بتلعب فيها. انما كل ماتش هتقعد تغير، يعني مش حلو التغيير، التغيير في الطريقه واللعيبه ده مش مطلوب. هو انت منين قعدت اكرم توفيق؟ اكرم توفيق يقعد ليه؟ ما راجل ماشي كويس وزي الفل وتمام، رحت مدخل نص الملعب. يعني ايه الفتوى يعني ايه الفتوى في كده يعني ليه؟ ما الدنيا ماشيه حلوه يا عم موسيماني، وكسبان النادي الاسماعيلي ثلاثه والدنيا حلوه وعامل اداء ونتيجه، فكمل بقى، ما تجيش بقى الماتش بعديه تروح بقى عامل لك يعني ايه؟ طب يلا يا جماعه انا بقى اعمل لكم ايه؟ كل ماتش مفاجاه. طيب يعني حتى الان